واحنا برضو بنتكلم على النادي الاهلي، مين العناصر اللي بتشوفها من وجهة نظرك كلاعبين مش هيدوا النادي الاهلي الموسم ده حاجه، مش هيفيدوا النادي الاهلي في حاجه؟ يعني بص، سؤال صعب شويه. انا اقول لا، انا مش اصعب ولا حاجه، مش سؤال صعب ولا حاجه. انا هقول لك حاجه يا ابراهيم، النادي الاهلي محتاج اضافه، كان محتاج ان فعلا يضيف في مراكز مهمه جدا جدا بالنسبه له. زي ما قلت لك، حسام غالي، الناس اللي هي الحقيقه اعتادت على حسام غالي ويعني الحقيقه اظهرته بشكل سيء. الحقيقه حسام غالي كان في بدايه الموسم من افضل اللعيبه في مصر، وكان كل الناس حتى لما كان مستبعد عن منتخب مصر كان الناس كلها كانت بتطالب ان هو يبقى موجود. برضو نفس الحكايه، داخل في حته الاجهاد، وحسام غالي بالسن ولما يلعب كل 3 ايام مباراه، لا ده ما يتحملش ابدا ابدا. عشان كده كمان دي من ضمن اخطاء مارتن يول، ان هو ما عملش تدوير لفرقته. النهارده انت اشتغل على 13 اشتغل على 13 لعيب، 13 لعيب فقط لا غير، واللعيبه دي فيهم اعمار عاليه. لا ده انا كنت ممكن احافظ على حسام عاشور، كنت ممكن احافظ على حسام غالي بشكل كبير جدا 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 لو انا عملت عمليه التدوير. هو طبعا فقد دي، لكن زي ما بقول لك يا ابراهيم، هي مش من المهم مين اللي يمشي. اقول لك حاجه، اتفضل. يعني الموسم اللي فات، الموسم اللي فات يا ابراهيم، النادي الاهلي عمل 8 صفقات سوبر سوبر. اذا كان صالح ولا جون انتوي ولا مش عارف ايفونا، ولا رجع مثلا حجازي، او رجع رامي ربيعه، او احمد رجع احمد فتحي، 8 صفقات سوبر. لكن للاسف الشديد النادي الاهلي ما استفادش. احمد الشيخ، احمد الشيخ، محمد حمدي زكي، يعني كل دولت، كل يعني جون انتوي، هجيب لك واحد واحد كده ابراهيم. جون انتوي في نادي الاسماعيلي في دور واحد هو هداف المسابقه، في دور واحد هداف المسابقه. طب ده دي مشكله وعن... اللعيب نفسه مقموص برضه يا كابتن. لا ما انا هقول لك حاجه ابراهيم، امسى كده جون ده، ما انا هقول لك حاجه، انت النهارده جون انتوي كان نجم، نجم في الاسماعيلي زي ما قلت لك، ونجم المسابقه المحليه، هداف الدوري السنه اللي فاتت لما النادي الاهلي تعاقد معاه. لما تيجي ينزل مستواه بالشكل ده، جون انتوي كان مميزاته ايه في الاسماعيلي؟ عنده القوه، وعنده جوه السرعه، جوه وعنده السرعه، وبيلعب جوه ال 18، بيتحرك جوه ال 18، بيتمركز جوه ال 18، بيعرف يجيب جول بدماغه، بيعرف يجيب جول برجليه. يعني حاجه لما تيجي تلاقي مستواه ينزل بالشكل ده، يبقى لازم تفكر على طول في الاداره الفنيه للنادي الاهلي.